الشمس مصدر الضوء والحياة على الأرض، لكن على الرغم من ذلك فهي تحتوي الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهي أشعة غير مرئية تقسم إلى 3 فئات وفقا لطول الموجة. أشعة اليو في سي لا تصل إلى الأرض تبتصها طبقة الأوزون. أشعة اليو في بي تسبب التصبغات في الجلد كالكلف والنمش، الحروق الجلدية، السرطانات الجلدية. أشعة اليو في إي تخترق الجلد مسببة الشيخوخة المبكرة، سرطانات الجلدية، التحسسات الجلدية. لذلك التعرض الشديد ولفترات طويلة لأشعة الشمس قد يؤدي إلى تغير في تركيب الجلد وتأذيته. فالتأثيرات الضارة لأشعة الشمس قد لا تظهر بسرعة، بل أن تأثيرها تراكم نتيجة التعرض المزمن لسنوات متعددة للشمس.